أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن اعتزازه وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم المشرفة التي يبذلونها في حماية المكتسبات الحضارية لمملكة البحرين وصود سيادتها والمشاركة في تحقيق السلام في المنطقة، مشيدا سموه بكفاءة وجاهزية قوة دفاع البحرين في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وساماتها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب القوات من الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه اليوم لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين في نادي ضباط قوة دفاع البحرين، فلدى وصول سموه رافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حفظهما الله، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع. وقد تبادل سموه مع القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التهانية والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حمدا الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، سائلا الله أن يرحم شهداء البحرين الأبرار وأن يحفظ أبنائها الذين يقدمون التضحيات في ساحات الشرف ويعيدهم سالمين، داعيا سموه المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع ووطننا العزيز والأمة العربية والإسلامية تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والازدهار. وبهذه المناسبة رفع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باسمه ونيابة عن منتسبي قوة دفاع البحرين خالص التهاني وأصدق التبريكات بحلول هذا الشهر المبارك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.